السلام عليكم، صح رمضانكم. الفيديو هذا يبين كيفاش ننظفوا الفار نحو العصفورية. فار لاباس عليه، نحتاج البابي فير والماء والبات. البات هذه بسانك، نبدأ بسم الله. شوية ماء في الفار، هذا بعد ما حكيته حبست الفيديو باش نربح الوقت. بعد ما حكيته وغسلته بالماء، نجيو للعملية الثانية اللي هي البات. هكا بالطريقة هذه، بعد ما كملنا درنا على البات كامل، نحتاجو شينيور هكا فيه البونجا سبيسيال هذه، نبلوها بشويه ماء ونبدأ العمليه. نتمو بالعمليه هذه حتى انو يرجع جديد. درك نشوفوا بعد ما نكملوا ونوصلوا، شوفوا كيفاش النتيجة. هاي النتيجة بعد ما كملناها وعطيناها غسلة، وهو كي تخدمه في بلاصته راكب في الطوموبيل أحسن من أن يخدمه بالبرا. السلام عليكم، صحة فطوركم.